عشان تتابع أول بأول محتوى القناة يا ريت تعمل سبسكرايب، وما تنساش كمان تدوس على زرار الإشعار. Days Gone لعبة حصرية على بلاي ستيشن 4 من إنتاج سوني، وتعتبر واحدة من المشاريع الكبيرة القليلة اللي متبقية قبل إصدار بلاي ستيشن 5، وإذن بطبيعة الحال فالتوقعات بنجاح وحلاوة اللعبة كانت عالية قوي. ولكن بعد إصدار اللعبة فوجئنا بأن المراجعات على مواقع كبيرة زي GameSpot و IGN مدية اللعبة تقييم ضعيف إن ما كانش سيء. دوت خلى ناس كتيرة تتردد إنها تشتري اللعبة وإنها تطرح السؤال هل فعلا تستاهل إن هم يجيبوها ولا لا. طبعا المواقع دي بيبقى عندها اللعبة قبل الإصدار بكتير، فبالتالي أنا لازم أنوه إن الفيديو دوت عبارة عن انطباعي الأولي والمبدئي عن اللعبة مش مراجعة. ولكن على الرغم من كده وبناء على تجربتي في تجربة اللعبة اللي ما خدتش كتير، يعني أنا لعبت حوالي 6 ل 8 ساعات تقريبا، أظن أنا أقدر أن أنا بكل ثقة يعني أعبر عن تحفظي واستغرابي من التقييم اللي اللعبة أخدته. يعني أول حاجة بتيجي على دماغ الواحد لما يشوف تقييم 5 دوت هو أن اللعبة بروكن أو بايظة، او ان في حاجة فيها مش شغالة زي ما المصممين كانوا عاوزين. ولكن على العكس انا شايف ان التحكم بالشخصية سلس وكويس، والقتال فيه استجابة عالية جدا، وانا على قد ما لعبت الحقيقة استمتعت يعني باللعبة بتقدمه. انا برضو ما صادفنيش جليتشات للدرجة اللي تبوظ اللعبة، ويمكن حتى ما لاحظتش حاجه او مشكله كبيره في اللعب على الاطلاق. في اغلب الاوقات اللعبه كانت ماشيه بشكل انسيابي وسلس جدا، والحقيقه انا كنت كمان مندمج في العالم بتاع اللعبه، يعني يمكن ده جزء منه لان انا اصلا بحب حاجات اللي هي البوست ابوكاليبتيك او ما بعد دمار العالم، وكمان بحب الووكينج ديد وبحب الزومبيز، ف يعني كنت مندمج في العالم وما حسيتش ان في اي مشكلة الحقيقة. كمان انا لاحظت ان مراجعين اللعبة علقوا ان في فريم ريت دروب بيحصل، يعني اللعبة بتهنج شوية. انا صادفت حاجات زي كده بس قليل قوي يعني وانا بلعب، وبرضو مش للدرجة اللي هو اللعبة ما تتلعبش، بل على العكس بتبقى زي زغطة كده بتحصل ثانية او ثانيتين وبعد كده اللعبة بتكمل عادي جدا ما فيش مشاكل. وبالاضافة لكده انا شايف كمان ان عالم اللعبة نفسه متصمم بشكل حلو قوي وجميل ومعمول الصراحة باتقان شديد، يعني وواضح عليه الوقت والمجهود اللي اتبذل علشان تطلع بالشكل ده، وخاصة اللعبة يعني اتأجلت كذا مرة، فيعني انا شايف انه التأجيل دوت واضح لان الشغل اللي كان وراه باين في التفاصيل وفي الشكل العام اللي اللعبة طلع بيه. فبناء على كده انا شايف ان اللعبة ادتني ما هو كافي انه يخليني ابقى عايز ارجع لها، وان وقت ان انا مش بلعب بيها بفكر برضو ايه اللي هيحصل بعد كده وابقى متحمس يعني ان ارجع احط السي دي والعب اللعبه تاني. فدي حاجه اظن انها ايجابيه، يعني الساعات الاولى في اي لعبه بتبقى مهمه لانك انت ممكن تجيب اللعبه وتجربها شويه وتبقى ندمان انك اشتريتها او تبقى عايز تبدلها او ترجعها او حتى تركنها على الجنب، ولكن ده ما حصليش بل على العكس. ولكن في حاجات انا ممكن انتقدها في اللعبة، ومش بس بالنسبة لديز جون، ولكن عامة لكل الاوبن وورلد جيمز او العاب العوالم المفتوحة، وهي طبعا ان في درجة من التكرار او ممكن في بعض الاحيان الاحساس بالرتابة، لانك انت بتبقى بتكرر لحد ما المهام اللي انت مفروض تعملها او الطريقة اللي بتتعامل او بتتفاعل فيها مع العالم، سواء مثلا ناس معينة عدد معين من الناس محتاج انك انت تتعامل معاهم وتقتلهم او حاجات تجمعها او الى اخره من الحاجات اللي بتتكرر في لعب كتيرة، مش زي ما قلت مش بس في Days Gone، لكن مثلا على سبيل المثال Assassin's Creed. ويمكن ده يخليني اوضح حاجة برضو، يعني من اللي انا لعبته او اللي انا شفته في اللعبة لحد دلوقتي، Days Gone مش God of War 4 او مش Last of Us، يعني هي مش لعبة، ما اظنش انها لعبة اسطورية، ولكن هي لعبة حلوة يعني تستاهل انك انت تجربها، مش شايف انها تستاهل انها تاخد 5 او حتى 6، يعني هي
التقييم بتاعها قليل قوي. وحتى لو بصيت على الجيمر ريفيوز، الناس بقى اللي اشترت اللعبة مش شغالين في شركات وبيعملوا مراجعات وكده، التعليقات إلى حد ما يعني أنا شايفها منصفة. يعني اللعبة بيدولها سكور من 7 to 8، في ناس طبعا بتدي 10 حاجات، في طبعا مبالغات، ولكن كإجمالي معدل تقييم مش قليل قوي كده. ويتهيألي احنا مفروض في زمن ان احنا برضو نبص على المراجعات اللي بتيجي من الجيمرز اللي زي وزيك. الحاجة الوحيدة اللي يمكن مش قادر اعلق عليها نهائي هي قصة اللعبة، لان انا ما لعبتهاش بشكل كافي بحيث ان انا اقدر اكون فكرة عن القصة نفسها او الحبكة بتاعت الدراما اللي في اللعبة. ولكن اقدر اقول انها يمكن مش قصة استثنائية، ولكن كافية انها تشدني يعني، وده في حد ذاته شيء ايجابي انا شايف كده. عامة علشان يعني الخص الموضوع، بالنسبة للناس اللي مش عارفة تشتري اللعبة ولا لأ، انا هقترح اقتراح. انا شايف ان بالريفيوز الوحشة اللي طلعت او المراجعات الوحشة اللي طلعت، في ناس كتيرة ممكن انها ما تتشجعش انها تشتري اللعبة، وبالتالي في احتمال كبير جدا ان في ظرف شهر او شهرين تلاقي ان اللعبة اخدت ديسكاونت كبير او نزلت في سيل. فلو انت عندك لعب كتيرة بتلعبها حاليا او في حاجات لسه عايز تخلصها من قبل كده، اصبر عليها شوية، واكيد لما تاخد سيل او ديسكاونت يعني ساعتها اكيد هنصحك انك تجربها. انا عن نفسي انا ما حبيتش استنى، ومبسوط ان انا ما استنيتش، لان اللعبة بالنسبة لي كويسة. بس كده، فيعني اتمنى ان انا اكون وضحت الصورة شوية، وان انا اكون ساعدت الناس اللي عندها تردد انها تاخد قرار ايا كان هو ايه. ولو اي حد عنده سؤال اكتبولي في الكومنت سيكشن، وانا ان شاء الله يعني هرد في اسرع وقت. بس يعني كنصيحة، ما تتسرعش، ما تاخدش قرار ممكن تندم عليه. جيمز اليومين دول طبعا بقت غالية جدا، خد وقتك وفكر كويس، يعني ما فيش استعجال على حاجة. وفي كل الاحوال اتمنى انك انت يعني تبقى مبسوط بالجيمز اللي انت بتلعبها، سواء كانت دايز جون او غيرها، لان في حاجات كتيرة موجودة. بس وياريت بقى لو الفيديو عجبك تعمل لايك، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك. ومتشكرين جدا، ونشوفكم في الفيديو الجاي.